رئاسة الوزراء تحتاج إلى مجموعة من المقدمات، المقدمة الأولى أن تحصل على أعلى الأصوات، والمقدمة الثانية أن يكون لديك تفاهمات وتحالفات مع قوة عراقية تتفق معها بالرؤية والمشروع ثانيا، ثم المقبولية الدولية والإقليمية. أعتقد أنه التيار الصدري من ناحية الأصوات لا يختلف اثنان بأن التيار الصدري سوف يحصل أعلى الأصوات. ليش؟ لأن لديه رصيد جماهير ثابت. أولا قضية الدوائر المتعددة دائما التيار الصدري كان يعمل ويشتغل عليها. فيما يخص التفاهمات والاتفاقات مع الكتل، فأعتقد أنه إحنا على الإطلاق ما عندنا مشكلة مع أغلب القوى الوطنية التي نعتقد ونحسن الظن بها وبمشروعها وبنواياها، يستثنى من ذلك طبعا الفاسدين اللي إحنا لن نلتقي معهم ولم نكون معهم في خندق واحد على الإطلاق. فيما يخص الفاعل الإقليمي والدولي، التيار الصدري يتعامل بقضية اسمها الندية، لا نقبل بالخضوع والخنوع للآخرين. اليوم نريد نأسس إلى شيء، اعتاد المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أن يتعامل مع شخص رئيس الوزراء، وهذا خطأ كبير. اليوم يجب أن يتعاملوا مع المعيار، مع شيء اسمه منصب رئيس الوزراء، بغض النظر عن من يتسنم هذا المنصب. التعامل دولة لدولة، وأعتقد أنه أكو رسائل من هنا وهناك، أكو الترحيب بأن هذه القوى الوطنية التي يتفق الجميع على أنها ولدت من رحم المعاناة، وأن السيد الصدر دائما نفسه وخطابه ورؤيته وطنية. نحن ذاهبون باتجاه رئاسة الوزراء، نعم كل المعطيات والمؤشرات، وسوف تخيب آمال جميع الفاسدين.